هلو حبوباتي، نتمنى تكونوا بخير. لساتنا مستمرين بتحدي الشرف هذا، وتحدي اليوم هو لا الظهر لا شد زغديد الظهر، وكذلك لتقوية الظهر لأنه جد مهم. إذا كنتوا جاهزين خلونا نبلش. أول شيء أنا حاليا على الركب، فينا نكون واقفين هذا التمرين، يعني بتعملوه مثل ما بدكم أو بنكون بهذه الطريقة. أوكي خلونا نبلش. حنعمل 4 تمارين، لكل تمرين 40 لمدة 40 ثانية، 3 جولات. أول تمرينين ما حنحتاج فيهم ولا شيء، حتى تمرينين المواليين يعني الأخيرين فيكم كمان ما تعملوا فيهم أوزان إذا مش قادرين بالأوزان. أوكي فحنبلش. أول تمرين حيكونوا إيدينا هيك، وأنا عم رجع إيدي لورا على مرتين، حفرجيكم على جنب. بدي تحسوا فيها ورا خلف، بالنسبة للبنات خلف الصدرية أو خلف الصدر. برافو. عادي إنه تحسوا عم يلتصقوا لزوم بلاك أو هيدا اللي الظهر ورا. برافو كملوا. يلا نرتاح. هوني بنحس فيها هون، يعني انا بلصق هيدا مع هيدا عشان نحس فيها بهذا المنطقة. يلا جهزوا حالكم، حيبلش التايمر. ايدي اوريدي راجعين لورا. زفير لما نرجع ايدينا لورا، شو هيك زفير، شو هيك زفير. برافو كملوا كملوا. طبيعي تحسوا بالاكتاف كذلك، تمرين بشتغل عليهم اثنيناتهم. شفتوا حتى لو ما في اوزان في حريق، لانه هو مش بالاوزان. كل ما ركزنا بالحركه كل ما حسينا. يلا نرتاح. هذا التمرين فيكم تعملوه ساعة قبل الإفطار، وفيكم تعملوه بعد الإفطار، أي وقت أنتوا بتختاروه. حس أكتافي كذلك بيشتغلوا، هذا الشيء كتير منيح. عم نضرب عصفورين بحجر واحد. دخلوا بطنكم. زفير من فم مفتوح، شهيق زفير. برافو. ارخوا رقبتكم، ما تكونوا متشنجين من ناحية الرقبة حتى ما تألمكم. مثل ما قلت لكم شفطوا بطنكم. برافو. عجد شو رأيكم؟ هلا بنرتاح. التمرين الثاني نعملكم يعني هيك، حنصير نجيب هيك ايدينا لورا. تمام يلا كونوا جاهزين. فيكم تيجوا شوي لقدام، فرجيكم من جنب كيف انا جاي لقدام. فانا دائما على الركب، مثل ما قلت لكم فيكم تكونوا على الرجلين وتانيين الركب. شايفين بجي بشويش، بجيب ايدي لورا لورا، عم لصق هون ورا. زفير وانا راجعة، شهيق زفير. مهم جدا نركز بالتنفس. يلا ونرتاح. شفتوا حتى لو ما في اوزان في حريق. هذا هو المهم، هو الحريق. نرخي جدا اكتفي. اشتغلوا. ركزوا لورا، انتبهوا لرقبتكم. برافو. مثل ما قلت لكم حاولوا تكونوا جايين لقدام، مش قادرين انتوا على الركب اعملوها وانتوا هيك. انا عم بنزل اكثر عشان بين بالكادر. اوكي
آخر مرة هذا التمرين حننتقل على تمرين بالأوزان، كل واحد يأخذ الوزن اللي بيناسبه، مش ضروري تاخذوا مثلي بالأوزان، يعني ممكن أكثر مني ممكن أقل مني حسب أنتو وين مرحلة الحريق عندكم. بس لازم لما نوصل للثانية الأربعين نكون بالحريق. برافو. يلا اجي قدامكم قد ما فيكم، دفعوا ايديكم لورا. يلا نرتاح 15 ثانية. التمرين الموالي هو اللي حنحتاج فيه اوزان، فرجيكم. حنكون كمان هيك ونصير نفتح اوكي لورا. يلا يلا مدة 40 ثانية. شفتوا بطنكم؟ ظهري متسطح مش متقوس. تنو الركب شوي. برافو. هاد حريق. حاولوا تاخذوا اوزان مناسبه مش كتير ثقيله عشان تقدروا. سفير عند الطلوع. يلا اخر مره نرتاح. انا واخده وزن من 2 كيلو كل واحد، بس ما مثل ما قلت لكم كل واحد ياخذ الوزن اللي مناسبه. حسيتوا 2 كيلو سهل تقلوا، حسيتوه صعب خففوا. مش ضروري مثل ما قلت لكم كل واحد، فينا نعمله من دون اوزان بالاول بس نركز بالحركه. شهيق. شوف برافو. شفتوا بطنكم؟ ارجع لقدامكم. يلا قربنا نتحمل. يلا ونرتاح اخر مره، اخر جوله هذا التمرين، لننتقل للتمرين الموالي. تنفسوا. اذا عاملينه بعد الافطار ما تنسوا تشربوا مي. مثل ما قلت لكم تحديات الشهر الفضيل ليست حكر بس على رمضان، فينا نعملها بعد رمضان كذلك. هذا التمرين فيكم تعملوه مع تمارين الصدر وتمارين الجزء العلوي، الأدرع كذلك. شهيق زفير. ظهري بلش تحس بالحريق، انتوا قولوا لي. ما تنسوا لايك للفيديو اذا لسه ما حطيتوا لايك بعد التمرين طبعا، مش هلا. يلا هلا صار بريك، فيكم تحطوا لايك، وفيكم اذا لسه مش مشتركين تلتحقوا بالقناه للتحديات الجديده. التمرين الجاي حنكون بنفس الوضعيه بس حنصير نجيب ايدينا لورا، نشتغل على عضله ثانيه بالهيئه بالظهر. شهيق زفير. يلا برجع قدامكم. شفتوا بطنكم؟ اكتافكم نازلين، فيكم تنزلوا اكثر لقدام اذا حابين، فيكم ترجعوا على الركب مثل ما كنا بالاول. ركزوا بالحركه بالطلوع، ادفعوا لورا. يلا نرتاح 15 ثانية. ما تنسوا مثل ما قلت لكم برجع اذكركم اذا عاملينه بعد الافطار او بوقت الافطار شربوا مي. يلا برافو.
شفتو بطنكم مهم وزفير عند الطلوع شهيق زفير راو خليكم مبتسمين نتحمل عم نتجهز للعيد من الاول نحنا دائما هذا التمرين فيكم تعملوه يوم وترتاحوا يومين وترجعوا تسووه يعني فيكم تعملوه لغاية 3 مرات بالأسبوع يلا آخر مرة وبنكون خلصنا التمرين بنصحكم بعد هالتمارين تروحوا تعملوا فيديو للستريتشينج جد مهم على الأقل أول الفيديو اللي هو بيعمل ستريتشينج للجزء العلوي إذا حابين تعملوا الفيديو كله دائما خير وبركة بس على الأقل أول الفيديو دائما بخلي لكم رابط فيديو الستريتشينج تحت بصندوق الوصف يلا قربنا برافو هاد كان تحدي اليوم وفيديو اليوم مثل ما قلت لكم فيكم تعملوه مع فيديو الصدر وفيكم تعملوه مع فيديو الأدرع يعني كلهم مع بعضهم فيكم تعملوا فيديو تحدي المشي قبل كتسخينات وبعدين تعملوا هاد الفيديوهات واللي حابب يحرق دهون أكثر يختار أي فيديو من فيديوهات الكارديو ويعملوا بعد هذا التمرين لنحرق الدهون المخزنة أنا بقلكم بحبكم كتير ما تنسوا تدعموني باللايك للفيديو شير للفيديو نلتقي بالتحدي الجديد باي باي.